السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بريطاني مهمته ان هو يخليك تتعلم انجليزي عن طريق الالعاب، بيديك العاب كتيرة جدا زي ما انت شايف، كل واحدة من دول لعبة مختلفة. بيبدأ يسألك بعض الاسئلة او يديك بعض العاب الذاكرة في اللغة. يعني خلينا ناخد حاجة عشوائية، مثلا وليكم مثلا انيمال سيتس، تمام. بيبدأ يسألك في بعض الحاجات، تمام. أقول له مثلا مستوى مبتدئ، هو بيبدأ بقى يسألك ده الجوت مثلا، تمام، ده الأسد. تبدأ تحط الصورة مع الحاجة بتاعتها، ليون مع ليون أهيت، تمام. طيب دي أول ودي ضفدعة، دي أهي، ده فروج، ده بيتلز، ده باترفلاي، ده باترفلاي، تمام. هكذا هي كمية ألعاب كتيرة، بحيث إن أنت من خلال الألعاب تبدأ تحفظ كلمات كتيرة، تمام. وكل لعبة مختلفة عن التانية، فبيبدأ يخليك تحفظ مفردات كتيرة جدا.